كنتمنى شي بوحسين ولا شي بوحسين تساعدني داويني واني شقاطة ركزي كرزي كرزي واني شقاطة واني شقاطة وكنشكرهم وكنتمنى شي بوحسين يساعدني صافي واني شقاطة السلام عليكم، معكم رضوان العرج، فنان ومؤلف سلسلة بستان الأناشيد من المملكة المغربية. كنطلب وكنناشد جميع المحسنين والمحسنات داخل الوطن وخارج الوطن من أجل التكفل بالعلاج أخي الصغير سفيا العرج الذي هو الذي مصاب بالقصور الكلوي الحاد والتشوهات خلقية في المسالك البولية ونقص في النمو الهرمون. وأشكركم مرة أخرى كما ذكرت لكم رضوان العرج قاطن بمدينة وجدة، رقم الهاتف 06-60-18-09-09. كنشكركم ونشكر كل المحسنين اللي غادي يوقفوا معنا ويوقفوا من أجل العلاج الأخ ديالي. مدينة وجدة، ساكن هنا في حي الخلوفي الزنقة 10 رقم 11 وجدة واد النشف. اللي غادي يساعد الأخ ديالي الله يجزيه بخير، والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيه هو اللي يكافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عائشة عاشور، إطار إداري بثانوية إمن القاضي الإعدادية. أتت لجنة نيابة عن الطاقم التربوي بمعنى هيئة التدريس والطاقم الإداري وجموع التلاميذ تضامنا مع التلميذ العرج سفيان، والذي نكن له معزة كبيرة في قلوبنا. كان نعم التلاميذ، يتميز بسلوك حسن وكان الكل يحبه. وعندما سمعنا بخبر مرضه وملازمته للفراش مدة طويلة أتينا اليوم تضامنا وتعبيرا عن تآزرنا مع أسرته ومع هذا التلميذ. نتمنى له الشفاء العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ليزيد جعفر، مدير إعدادية بالقاضي إعدادية وجدة. نحن اليوم في زيارة لتلميذنا العزيز سفيان العرج الذي يلازم الفراش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذه المبادرة هي يعني التفاتة من جميع العاملين بالمؤسسة وطر إدارية وتربوية وأعوان وتلاميذ المؤسسة الذين يكننون الاحترام لهذا التلميذ العزيز علينا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، ونتمنى أيضا من الجميع أن يؤازره في هذه الحالة التي هو عليها الآن حتى يشفي الله تبارك وتعالى. الشكر الجزيل لكل حاضرين معنا، الإخوان في الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، أيضا الشكر لعائلته على صبرهم ومؤازرتهم له، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع في هذه المهمة. سفيان الله يشافيك، الله يشافيك ولدي. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.